ما تزال منطقة البلقان تعاني من الفيضانات التي ضربتها في الأيام الأخيرة وأودت بحياة 50 شخصا على الأقل وتشريد مئات الآلاف بعد أن تدمرت منازلهم أو غمرت المياه بيوتهم. مشاهد يصعب نسيانها تذكر سكان بعض جمهوريات البلقان بمشاهد الخراب والدمار الذي خلفته الحرب في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي. حالة الاستنفار في أعلى مستوياتها في جمهوريات البلقان الثلاث كرواتيا وصربيا والبوسنة. الفيضانات غمرت معظم المناطق بعد ارتفاع منسوب نهر سافا من كرواتيا إلى بلغراد حيث يصب في نهر الدانوب، وأدت الفيضانات إلى غرق أكثر من 80,000 هكتار من الأراضي الزراعية في صربيا. لدي 12 دفيئة وكلها غمرت المياه، وكذلك غطت المياه الحبوب والقمح. اضطررت لإخراج الماشية إلى الخارج وهذا كل ما تبقى. لا أدري كيف يمكن لنا أن نعيش أو ماذا بوسعنا أن نفعل. الألاف من المتطوعين في صربيا تنادوا إلى بناء سد من الأكياس الرملية بطول 12 كيلومترا تفاديا لمنع غرق العاصمة بلغراد. وفي جمهورية البوسنة الأكثر تضررا من الفيضانات أجلت السلطات أكثر من 100,000 شخص في أسوأ هجرة عرفتها البلاد منذ حرب البلقان. الوضع كان مستقرا الأربعاء بعد الكارثة الكبيرة التي سببتها الانزلاقات الطينية.